انتصار مهم للعميد الاتحاد السعودي على بطل الدوري الايطالي انتر ميلان الايطالي بنتيجه 2-0 في مباراه وديه. راح تقولون لالي كيف هذا الانتصار مهم ومباراه وديه ما لها اهميه؟ لا يا حبيبي، تعال لقلك شو اهميه هي المباراه. اول شيء تالق الوافدين الجدد، وهذا اهم شيء في المباريات التحضيريه، دخولهم في الاجواء. موسى ديابي اللي سجل هدفين، حسام عوار حتى اليوم كان له مساهمه في الأهداف، كذلك الحارس الجديد الصربي رايكوفيتش في أول مبارياته يا جماعة يخرج بكلين شيت أمام نادي إنتر ميلان الإيطالي. ينقص شيء واحد فقط يا جماعة، عودة الحكومة كريم بنزيما لمستوى، وأتوقع هذا الشيء بإذن الله تعالى راح يكون مع بداية الموسم. الاتحاد توقعي الشخصي راح يكون في هذا الموسم غير غير غير، مع موسى ديابي، حسام عوار، كريم بنزيما، ثلاثي النار والدمار في خط الهجوم، ولا ننسى حامل عرين رايكوفيتش. ألف مبروك هذا الانتصار لجمهور الاتحاد، وأعطوني رأيكم بمستوى الفريق اليوم، اكتبوا لي بالتعليقات، وتحياتي لكم.